إذن مع أجواء البرايم النهائي، البرايم الأخير، يعني ختام هذه المسابقة مع خوتنا اللي هم المتنافسين، كيفاش أجواء هذه المسابقة؟ نبدأ مع أول متنافس أخي مروان، كيفاش جاتك أجواء المسابقة وكيفاش أكم حضر نفسك للبرايم النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أجواء رائعة جدا تسبق البرايم النهائي الذي سيكون بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله، يعني يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن مع الإخوة المتسابقين كما تلاحظ، مع أخي مصطفى، أخي معاذ، أخي زندين، أخي إيهاب، وأيضا أخي محمد الله يبارك فيهم. يعني أجواء رائعة جدا مريحة. وفق أخي مروان، رحوا الأخ مصطفى اللي ما شاء الله معول عليه بقوة على حسب ما سمعت من زملاء المتنافسين. وش رأيك، كيفاش الأجواء معك أخ مصطفى؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم القلة فهم الكثرة، فنسأل الله عز وجل أن يرفعنا بالقرآن وأن يرزقنا العمل بالقرآن الكريم، هذا هو الأساس. فنحن في أجواء روحانية أخوية قبل التنافس، يعني قبل كل شيء نحن اجتمعنا على مائدة القرآن وتنافسنا على خير ما يتنافس فيه وهو القرآن الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روح الأخي الجميل، القلب الجميل، والصوت الجميل، والوجه الجميل، تفضل أخي. أنا عندي سؤال لمعاد حقيقة، من لازم نقوله لك لأنه ما قلتوش في السهرات الماضية، بصح اليوم جاء الوقت قاعد قدامي ما لازم نقوله لك. معاد، يعني أنت ما شاء الله يعني عندك ما يسمى بالمقام الحزنة وهكذا، الصوتيات الحزن، يعني هل سكيكدا معروفة بالأصوات الحزينة؟ بالنسبة لسؤال أخي مروان، والله لا علاقة لها بالولاية يعني صراحة، فالأمر يرجع إلى ذوق الإنسان في تلاوة القرآن الكريم. يعني إنسان يعني يحب جانب الإحساس، أو إنسان ممكن يحب جوانب أخرى، يعني ترجع لذوق الإنسان، فلا علاقة لها بالله. ممكن نعم، فهذه إجابة. بارك الله فيك أخي مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم، صحة صيامكم، ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اليوم رانا متواجدون بالمركز الدولي للمؤتمرات بصدد التحضير للبرايم النهائي. بصراحة الأجواء حماسية بامتياز، ويعني فيها بعض من التوتر والذي هو يعني من طبيعة وفطرة الإنسان، فالحمد لله تعالى أن اصطفانا للوصول لهذه المرحلة. طبعا سررت بكوني معكم طول هذه الرحلة المباركة في هذا الشهر الفضيل. آمين آمين أختي صفاء، نسأل الله لي ولكن التوفيق، وإن شاء الله ربي يجعلنا من المتأهلات إن شاء الله. والآن نمر مع الأخت الكريمة، الأخت فاطمة، يعني ما هو شعورك وما هو الحماس، الخوف، كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير. كما قالت الأخت، اليوم نحن في آخر محطة من هذه الرحلة، والحمد لله تحضيرا لنهائيات مسابقة تاج القرآن الكريم. الأجواء هنا حماسية، وأجواء التنافس وتوتر قليلا، كذلك أجواء الحزن على فراق الأحبة الذين جمعتنا معهم لحظات جميلة جدا، لحظات لا تنسى. إن شاء الله اجتمعنا على الخير ونفترق على الخير، وبتوفيق للجميع غدا إن شاء الله في البرايم النهائي إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ها نحن في آخر أيام شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يكتبنا ممن صامه إيمانا واحتسابا ومن كان قد فرط في شيء من العبادة وقصر فيها فليدرك ما فاته من الخير فيما تبقى من الأيام لعله يدرك ليلة القدر المباركة فيكتب من عتقاء الله من النار قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا رب لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل الله تعالى ولا شك ربما سأكون صادقا معكم ومعكم حبيت نلتقي بكم أو حتى نسمع منكم يعني كيف وجدتم مدرسة تاج القرآن لسنة 2024 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشكرك سيدي المدير يعني على كلامك الطيب ومعاملتكم الراقية معنا في هذا الشهر الكريم والله بالنسبة لي معهد تاج القرآن يعني أعتبره أفضل شيء درته في حياتي رغم يعني أنه كان حلم بالنسبة لي من عوام فاتت فيعني الحاجة الوحيدة اللي من مستحيل ندم عليها أني دخلت معهد تاج القرآن يعني شيء يترك بصمة جميلة جدا في حياتنا يعني من إخوة تعرفنا عليهم من معاملتكم يعني معانا لما قصرتوش فينا في حقنا أبدا من دروس علمناها مع الأساتذة أسأل الله أن يبارك فيهم حقيقة كانت رحلة حافلة بالفائدة والمتعة والألفة مع يعني من استضفتموه من خيرة مشايخ الجزائر وأكيد رفقة ثلة شبابها من متنافسين ومتنافسات شكرا جزيلا على يعني تعاملكم الراقي معنا وكلماتكم الطيبة ودعمكم ومرافقتكم لنا طوال هذا الشهر الكريم حصلنا على الاستفادة في رفقة أهل القرآن ما أردت أن أؤكد عليه أيضا أن كل وتأكيدا لما قلتم أن كل مؤسسات الدولة الجزائرية تسعى إلى رفعة القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم دراسة وقراءة وتفسيرا وتعليما كما تعلمون أن الدولة الجزائرية تعمل جهدا جبارا في مجال القرآن الكريم
إذا ذكرنا الوسطية والاعتدال فأتمنى أنه في حياتكم أيضا تكونوا أيضا أمرا وسطا ومعتدلين في قراراتكم أيضا في حياتكم. شكرا جزيلا. أتمنى لكم إن شاء الله أنكم تكونوا إن شاء الله دائما موفقين إن شاء الله تعالى. حياكم الله بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ فدواءك أن تقرأ، قلبك يشفى روحك تبرأ، طب نفسا بالذكر بل واسعد وانعم بالفرقان. اقرأ لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كتاب كلامه تاج الكلام، وقدره جاء الختام تاج القرآن. مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اقرأ آيات القرآن وارجو بها وجه الرحمن، اقرأ آيات القرآن وارجو بها وجه الرحمن، واستبق الخيرات وسارع وعدوا إلى نيل الرضا. الولاية في لمسان، نور الإيمان عيسالي.
هنيئا لك بهذا التتويج في هذه السهرة الختامية من برنامجكم تاج القرآن الكريم. ممثل ولاية الأغواط بلقب تاج القرآن الكريم، وهكذا هي أخلاق حملة كتاب الله عز وجل، يفرحون ببعضهم البعض. وما هذا السجود، سجود الشكر، إلا دليل على شكر النعمة. وهذا ظننا في القرآن وفي أهل القرآن. فاز به أهل الرحمن ويحلون بحلته منة. كانت أجواء رائعة، الأصوات كانت جميلة جدا، الطلبة بينوا قدرات كبيرة خاصة في الإلقاء، في اللغة، في الانتقال كما قالت لجنة التحكيم. هذا شرف، يعني شرف التلفزيون أولا على هذا المعهد تاج القرآن الكريم، وفي نفس الوقت يعني يعطي صورة للجزائر، لأنه لاحظنا أنه خلال هذا الشهر الفضيل يعني العديد من المسابقات في القرآن الكريم. نتمنى أن ينفع الله سبحانه وتعالى الشعب الجزائري والجزائر بالقرآن الكريم. من دون شك أن هذه الجلسة وهذه الطبعة لتاج القرآن الكريم التي هي من إبداع التلفزيون الجزائري، وشاركت فيها مؤسسات كثيرة، ولكن الحمد لله تعالى في كل مرة نجد المساجد والمدارس القرآنية والزوايا تعطي هذا المنتوج الديني من أبنائنا وبناتنا لكي يشرفوا الجزائر هنا ويشرفوها إن شاء الله في منافسات دولية. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لكل الذين شاركوا من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الطبعة. أعتقد أننا لن نقول أننا في المقدمة، لكننا نسعى دائما أن نكون في المقدمة. الشكر موصول أيضا لكل المشاركين، سواء من الفتيات أو الفتيان، والذين أبهرنا بتلاواتهم العطرة وشنفوا أسماعنا بذكر الله عز وجل في شهر القرآن الكريم. أعتقد أن البرنامج تطور بشكل صراحة يدعو إلى الفخر والافتخار، الحمد لله، من حيث الجانب التقني، من حيث أيضا الأداء، من حيث الأفكار، وفي كل هذا الذي يجب أن ننوه إليه أن هذه الجزائر محفوظة، أي نعم كما قال العلماء، محفوظة بالقرآن، محفوظة بخدام القرآن، ومحفوظة بقناة القرآن، هذه القناة الطيبة التي أسست لمنهج الوسطية والاعتدال الذي هو طريقنا جميعا في هذا الوطن الطيب. هنيئا لهذا الوطن، هنيئا لأهل القرآن وخاصته، وهنيئا لقناتنا الطيبة. حقيقة التنافس يعني كان ذو رتم تصاعدي، يعني بين البرايم الأول والثاني والثالث والأخير، يعني لدرجة أنه احنا في لجنة التحكيم مرات لا نجد يعني ملاحظات، كانت فوارق بسيطة جدا. وحقيقة يعني مثل مرتبة بين المعدل بين الثاني والسادس أو السابع يعني نصف نقطة، يعني فالحمد لله، يعني نهنئ المعلمين في معهد تاج القرآن على الجهود التي بذلوها وقد أثمرت، نهنئ الطلبة على المستوى الذي وصلوا إليه، وإن شاء الله له ما بعده، فالآن الانطلاق، وإن شاء الله معهد التاج يعني دائما يكون هذا الارتقاء يعني في خدمة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أننا ساهمنا ولو بالقسط القليل إن شاء الله في نجاح هذا البرنامج. هذا البرنامج طبعا الراقي بالقرآن والراقي بأهل القرآن الكريم. قناة القرآن الكريم طبعا تقدم هذا البرنامج والذي تفخر به وتعتز ونفتخر به جميعا، هو في الطبعة 13 التي الحمد لله كانت قد ختمت اليوم بفوز إن شاء الله من يستحق هذه الطبعة، ونحن اجتهدنا، والله سبحانه وتعالى يجعل للمجتهد إن شاء الله نصيب وتوفيق إن شاء الله. ونشكر كل الطاقم الفني طبعا، المخرج ومساعديه الأستاذ طه فرصو، أستاذ حسن كذلك على الإشراف والمتابعة، السيد مدير القناة، بدون ما ننسى أي إنسان ربما نغلط في حق أي واحد، الأستاذ ابتسام شكرا على ما قدمته في تلك الروبورتاج التي كانت موفقة إلى حد بعيد في متابعة اليوميات. طبعا من وراء الكاميرا الأستاذ بالعيد، والأستاذ طبعا أستاذ صالح طبعا، لا أريد أن أنسى أحدا، لكن الجميع كانوا رائعين وساهموا في نجاح هذا البرنامج. نسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى، والأخ محمد عقون مركب كذلك، نعم، وكل فريق طبعا، الطلبة ومن ورائهم طبعا والديهم وأساتذتهم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبل من الجميع في هذه الليلة المباركة. كان المستوى متميز ما شاء الله، وارتقى ونجح و
يعني في هذه الطبعة من هم أكفى وأحسن صوتا وأحسن كذلك أحكاما وتعبيرا وتجسيدا لمعاني القرآن الكريم من خلال أصواتهم ومن خلال تلاواتهم. أحمد الله كثيرا أن اصطفاني لأكون صاحبة التاج في هذا العام، أهدي هذا التتويج لوالداي حفظهما الله ورعاهما اللذان سهرا على تربيتي ومرافقتي وإلحاحهم الشديد علي لحفظ القرآن الكريم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا أنسى أن أشكر شيخي الغالي عيون الهبري الذي لطالما شجعني وحفزني للوصول إلى هذه المراتب. الحمد لله الذي كتبنا من المتوجين بتاج القرآن الكريم، تاج الكرامة، الذي نسأل الله تعالى أن يديم علينا الأفراح ويديم علينا نعمة القرآن الكريم. ومن خلاله أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من دعمني في مسابقة تاج القرآن الكريم وكل مشايخي الكرماء، وأهدي هذا الفوز إلى عائلتي، والدتي الكريمة، وإخوتي، والزوجة، والأولاد. وأسأل الله تعالى أن يجعل ثواب ما قرأته ونور ما تلوته في ميزان حسنات والدي رحمه الله وأخي رحمهم الله، ونور قبريهما بهذه التلاوة العظيمة. بارك الله فيكم، وإن شاء الله كنت عند حسن ظنكم. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أهدي هذا الفوز لجدتي رحمها الله التي افتقدناها في رمضان هذا، التي لطالما كانت تفرح عندما كنت لنجاحاتي مع القرآن، كما الشكر موصول للوالدين الكريمين ولأهلي ولجميع القائمين على هذا البرنامج، ونسأل الله الثبات والإخلاص. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدي الحمد لله أولا على تحصلي على المرتبة الثانية في تاج القرآن، والحمد لله يرجع الفضل الأول لله سبحانه وتعالى، ثم إلى كل من دعمني من عائلتي، من جدتي، جدي، وخالي، وشيوخي، شيخي المصري، وجه له تحية وأشكره، فله الفضل الكبير في تأهلي، والحمد لله. أخيرا كللت الجهود بهذا الفوز، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما تلوناه وما بذلناه طيلة هذا الشهر المبارك، ويجعله ثقلا في ميزان حسناتنا. أتقدم بخالص شكر وامتنان إلى كل طاقم تاج القرآن الكريم، وإلى وأهدي نجاح هذا إلى عائلتي أولا، وإلى كل مشايخ الذين علموني، الشيخ علي بيرم. ويحلون بحلته منة مولاه.